هذا الفيديو برعاية yotiblink.com مساندكم المجاني لقناة يوتيوب ناجحة. جيوش لا يراهم أحد يستطيعون أن يوقفوا حروبا ويشنوا أعنافها، لا نراهم برغم أنهم يعرفون كل شيء عنا. ليس نحن فقط من يعرفون عنه كل شيء، بل يعرفون خبايا وأسرار دول العالم أجمع، في حين أن المعلومات المتوفرة عنهم تكاد تكون معدومة. منتشرون في معظم دول العالم ويطلقون على أنفسهم الجيوش الإلكترونية. فمن هم ويعملون لصالح من؟ والسؤال الأهم، ما هدفهم ومن يمولهم؟ وأسئلة أخرى مهمة ستتعرفون عليها أثناء متابعتكم لنا لنهاية هذا الفيديو. لكن قبل البدء، المرجو الاشتراك في قناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ميزانيات تقدر بمليارات الدولارات تدفع سنويا للجيوش الإلكترونية ليقوموا بمعارك افتراضية ساحقة دون أي خسائر في الأرواح، وأيضا ليدمروا البنية التحتية للدول المعادية وينشروا أخبارا غير حقيقية ومضللة لتأثير والتحكم بالرأي العام للدول المستهدفة. ساحة معركتهم هي الشبكة العنكبوتية، وأسلحتهم هي فقط هجمات إلكترونية. في 23 من شهر أبريل من عام 2013 تم نشر خبر تعرض البيت الأبيض إلى الانفجار وتعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إصابات شديدة. وبعد مرور 10 دقائق كاملة خرج موقع أسوسييتد بريس بنفي الخبر وإزالة التغريدة التي نشرت على تويتر، مبررة فعلتها تلك بأن الموقع تعرض للاختراق. ولكن فور نشر الخبر تداولت المواقع العالمية ووسائل الإعلام المختلفة خبر الهجوم على البيت الأبيض، حتى أنه تأثرت بورصة نيويورك تأثرا ملحوظا بعد نشر الخبر الكاذب، مما جعل البيت الأبيض يسرع بنفي ذلك الخبر على الفور. وبذلك يكون الشخص المسؤول عن اختراق الموقع قد حقق هدفه بنشر الأخبار المضللة والتأثير على العالم الواقعي، وهم ما يسمون أنفسهم الجيش السوري الإلكتروني، وهم مجموعة يدينون بالولاء للنظام السوري ويعملون لصالحه. ومنذ تلك الواقعة انتشر مصطلح الجيش الإلكتروني في الوطن العربي والعالم أجمع كالنار في الهشيم. فبدأت تظهر مجموعة الجيوش الإلكترونية في مختلف دول العالم بعد وصول مواقع التواصل الاجتماعي إلى المستوى الذي يستطيع فيه جذب ملايين المستخدمين من حول العالم، بالإضافة إلى التأثير على الرأي العام. فكان لابد من العمل على استغلال تلك النقلة التكنولوجية الكبرى لتنشأ دول عظمى جديدة وتندثر أخرى. فكانت أول دولة تقوم بعمل جيش إلكتروني لها هي الولايات المتحدة الأمريكية. ولتتخيل أن مجموعة الجيش الإلكتروني تتكون من أفراد عاديين أو هواة اختراق المواقع أو الهاكرز، بل الموضوع أعقد من هذا بكثير. فإن القائمين على هذا المشروع هم في الحقيقة أناس تدربهم الدول، ومعظمهم يكونون ضباطا بالجيش الوطني ومدربين على يد خبراء ومتخصصين على مستوى عال من العلم والحروب الإلكترونية. وكانت أول دولة في الشرق الأوسط تنشئ جيشا إلكترونيا لها هي إيران، وكان هدفها نشر دعاياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عكس الولايات المتحدة التي أنشأت جيشا لكي يهاجم البنية التحتية للدول التي بينها وبين واشنطن عداوة من أي نوع أو تشكل تهديدا على سلطة وقوة الولايات المتحدة. ثم توالت دول العالم دولة بعد الأخرى في إنشاء جيش إلكتروني لها. وكما نعلم أن الجيوش العسكرية لديها مهمتان في السلم والحرب، هما الدفاع والهجوم، فأيضا الجيوش الإلكترونية لديها نفس المهمتين من الدفاع عن البنية التحتية للدولة من أي هجمات قد تؤثر على سيادة أو أمن الدولة، والهجوم على الأعداء وتدمير بنيتهم التحتية وإحباط نياتهم للهجوم. ولكن لتلك الجيوش ثلاثة جهات تعمل عليهم طوال الوقت، أولها نشر الدعاية والأفكار الخاصة بحاكم الدولة، وثانيهم نشر أخبار مضللة للعدو هدفها خلق حالة من الهياج الشعبي على مؤسسات ورموز الدولة، وثالثهم اختراق البنية التحتية وقواعد البيانات الخاصة بالعدو والحصول على المعلومات السرية التي يعجز عن امتلاكها أقوى الجواسيس.
وفي الواقع رغم كثرة عدد الجيوش الإلكترونية في الكثير من دول العالم، إلا أنه إلى تلك اللحظة توجد دول لا تريد الكشف عن جيشها الإلكتروني. وبالرغم من وجود دول أخرى تفتخر بذكاء جيشها وقوته ودهائه. وبوصولنا إلى تلك النقطة من الفيديو، لعلك طرحت سؤالا تحتاج الإجابة عليه، ألا وهو: من هي أقوى الجيوش الإلكترونية في العالم؟ تحتل المرتبة الأولى عالميا في الوقت الراهن الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2009 أعلنت عن تعيين قيادة جديدة بالجيش تدعى قيادة حرب الفضاء الإلكتروني. تتركز مهمتها في استخدام تكنولوجيا المعلومات كسلاح رادع في الحرب، وتنقسم تلك القيادة إلى 6 أفرع رئيسية، هم الوحدة الأمريكية لقيادة الفضاء الإلكتروني، والتي تهتم بالتخطيط للعمليات الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق بين الأفرع المشابهة لها ضمن الجيش الأمريكي، من ضمنها قوات المارينز والقوات البحرية والجوية الأمريكية. أما بالنسبة لأشهر العمليات التي قامت بها تلك القوات، هي إحباط عملية إطلاق صواريخ تابعة للجيش الكوري الشمالي، بالإضافة إلى تدمير أجهزة الطرد المركزي النووي. في مايو عام 2015 أعلن الجيش الصيني عن إنشاء جيش إلكتروني خاص به، والذي يعمل على حماية قواعد البيانات الخاصة بالجيش الصيني. جاء ذلك الإعلان بعد سنوات طوال من العمل والتطوير على إنشاء جيش إلكتروني لا يقهر. فبعد الإعلان عن الجيش الجديد، أصبحت الصين الأقوى عالميا من حيث التقدم والتطور الكبير الذي وصلت إليه في مجال الحرب الإلكترونية، الأمر الذي يجعلها ندا قويا للولايات المتحدة، مما جعل الأخيرة تقوم باتهامها بتنفيذ عمليات هجومية ضد قواعدها العسكرية. أيضا أثبتت أن الصين قد اخترقت شركات المحطات النووية الأمريكية، وتسريب وثائق شديدة الأهمية من مقر وزارة الدفاع الأمريكي إلى وسائل إعلامية بين عامي 2015 و2016، مما جعل البنتاغون يهدد الصين بحدوث حرب نووية مباشرة إذا لم تكف الصين عما تفعل من استفزازات لسيادة الولايات المتحدة. في حين أن الولايات المتحدة تمتلك بين حدودها أقوى جيش إلكتروني هجومي على هذا الكوكب، إلا أن الصين وحدها تحتل المركز الأول عالميا من حيث أقوى الجيوش الإلكترونية دفاعا. فليس بشأن الهين أن تخترق أنظمة البيانات للتنين الصيني والتأثير برأيه العام، لأن المهمة أشبه بالمستحيلة. خمن أي دولة تحتل المركز الثالث في ترتيب أقوى الجيوش الإلكترونية في العالم؟ إنه الجيش الروسي. تم تأسيسه حديثا في شهر يوليو عام 2017، ويتبع بشكل مباشر للقيادة العسكرية للجيش الروسي. وتختص مهمات ذلك الجيش هو إجراء التحليلات الجيوسياسية وتحديد الضربات الإلكترونية وتحسين الأمن الإلكتروني في روسيا. واتهم الجيش الإلكتروني الروسي هذا بالهجوم على قواعد بيانات الجيش الأوكراني أثناء ضمهم لجزيرة القرم، بالإضافة إلى اختراق أنظمة البيت الأبيض وهاتف المرشحة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. حقا إنه جيش قادر على تغيير قواعد اللعبة رأسا على عقب. في المركز الرابع عالميا يسكن الجيش الإلكتروني البريطاني، الذي كان من أوائل المنضمين للجيوش الإلكترونية من خلال إعلانها بتأسيس لواء 77 الذي يختص بالحرب الإلكترونية، والذي انشغل في بدايته على صد المحاولات المؤيدة للمتطرفين. وتميز الجيش الإلكتروني البريطاني بشأن الحروب النفسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. يتكون هذا اللواء من 2000 جندي قامت بريطانيا بتجنيدهم بعد تعرضها لهجمات إلكترونية كبيرة أجبرتها على دفع مبالغ طائلة لمحاولة التصدي لها، ويقدر إجمالي المبالغ المدفوعة للحماية بحوالي 2 ملياري دولار، وكأنها دخلت حربا حقيقية على أرض الواقع وليست خلف الشاشات. فظلت تطور جيشها الإلكتروني طول 5 سنين بالتعاون مع كبريات شركات مختصة بهذا المجال. المرتبة الخامسة، الجيش الإسرائيلي.
يتميز الجيش الإلكتروني الإسرائيلي بتجسس على الهواتف النقالة لأي شخص داخل الغلاف الجوي، فهي تعمل على تطوير أجهزتها وجيشها كل ساعة. لذلك تمتلك مجموعات من شركات الهجوم والتأمين في مختلف المقرات التابعة للجيش الإسرائيلي من خلال سيليبرايت التي أسست على يد عدد من الضباط الإسرائيليين. ولا تزال إسرائيل حتى يومنا هذا تخصص سنويا ميزانية ضخمة لحماية إسرائيل والهجوم المباغت على الدول التي تمثل خطرا عليها. فقوات 8200 التي تتخذ من الصحراء القاحلة مقرا لها تمكنت من السيطرة وتدمير وإتلاف أجهزة الطرد المركزي الإيراني عدة مرات في أسابيع قليلة، وغيرها الكثير من العمليات التي غيرت وجه العالم من حروب تقليدية إلى ساحة جديدة كليا من الدول الغربية. فقد نشاهد يوما حربا جديدة ولكن من خلف الشاشات. لا تنسوا أن تخبرونا برأيكم في التعليقات حول تطور الجيش الجديد، وهل يستطيع العرب مواكبة تلك الأحداث أم لا؟ ولا تنسوا أن تتابعونا على صفحات غموض وحقائق على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبرونا بمواضيع شيقة تريدون حلقة عنها.